عاوز تعرف يعني ايه القطاع الزراعي لازم تروح بنفسك وتشوف. في رحلتي في اسأل مجرب بروح من محافظة لمحافظة ومن مدينة لمدينة ومن قرية لقرية، بشوف وشوش سمحة وبقابلهم واتكلم معاهم. النهاردة وانا في محافظة البحيرة لفت انتباهي مشاتل الفراولة. فعلا الناس بتستعد من دلوقتي علشان محصول مهم جدا، خصوصا ان احنا ناجحين فيه وبننتجه بمواصفات قياسية بنصدره. النهاردة هوريكم نموذج جديد جدا لمشتل، لكن عندهم مشكلة كبيرة، نسبة الملوحة في هذا المكان 1200 جزء في المليون في المية. ازيك يا حاج؟ الله يسلمك يا حاج. الله يخليك. حاج سعيد الرملاوي. ازيك يا حاج سعيد؟ الله يسلمك يا حبيبي. وانا جاي كنت بسال عن المكان هنا، الناس كلها بتحبك. الله يبارك لك، الله يبارك لك. الحمد لله. ده طريق المطار العجيب. طريق المطار العجيب. احنا كنا لسه قريب هنا حوالي 3 ساعة جنبك. الناس كانت بتشتكي من نسبة الملوحة. بتشتكي من نسبة الملوحة. على مستوى المنطقة دي في نسبة ملوحة عالية. 1100 و1200. بتأثر عليكم بقى. بتأثر على الزراعة اللي قدامك دي. بتعمل في ايه؟ طبعا دي بتجيلها جهاز. قبل الجهاز مع بتنشفه. بتنشف الزرع. بتنشف الورق وبتعمل صدع على الورق وبتبوظ الدنيا. لسه في واحد بيقول لي تخلي الورق بتشعوط. بتشعوط له مغزى الورق ده كده. الحروف دي. فطبعا كلمنا الباشمهندس محمد جاب لنا الجهاز يشكر، والجهاز راكب. بقاله حوالي 40 يوم. 40 يوم. 40 يوم 50 يوم حاجه زي كده. انا لسه بتكلم مع مزارع قال لي بقاله شهر، قال لي شهرين. حضرتك بتقول 40 يوم؟ لا 40 يوم من 15 يوم دول. من 15 يوم بيتحكم. ايه اللي حصل بقى؟ عشان في الفتره دي 15 يوم دول لو في نسبه ملوحه عاليه ممكن تزعلنا برضه. ايه اللي حصل في 15 يوم؟ 15 يوم ده بقى فيه تحسين في الزراعه. يوم عن يوم بحس بالزراعه بتحسن الناس. يعني القلب اللي طالع جديد دي ما بيشعوطش. الورق القديمه شعوطت. باينه بقى، انا بشيلها بقى. الجديد طالع نظيف بالنسبه لنسبه الملوحه. للجهاز اللي ركب دي. طبعا تعمل ايه الاول مع الملوحه؟ بتضيف لها حاجه ولا والله لو ضفت وعملت برضه مفيش فايده. هي نسبه الملوحه عاليه في الارض، وطبعا الارض بقى نسبه ملوحه وما نسبه ملوحه بتزعل الزراعه. الناس ما حصلتكش قالت لك ابعد عن الفراوله، ده الملوحه مش هتنجح معاك. والله هي مع الناس بتحذر بعضها. هي شغلتنا على دي. هي شغلتنا دي ما فيش غيرها. هنغيره نزرعه ايه بقى بعد كده؟ يعني محصول تاني غير الفراوله اقصد؟ اي محصول غير فراوله الملوحه بتزعل. بتزعله فعلا يعني. 15 يوم دول زرعتي فائت والمواد القديمه بشيلها. يوم عن يوم بحس بالزراعه حلوه وفايقه ودي 100 100. ما شاء الله. هو مساحته قد ايه؟ المساحه 17 ايراد. 17 ايراد. عايزك تقول لي الشتلات بتاعتك والمتابعه والمعاملات الزراعيه، في حد بيتابعها معاك؟ بتجيب الشتلات منين؟ انا بجيب الشتله من المنطقه من عندنا، هي ناس بتعملها وبجيب. بترقطها لمقطف صوب وبنجيبوها. والناس امينه يعني، مش ناس. انت سمعت ازاي عن تكنولوجيا معالج الماء المغناطيس؟ عرفت ازاي عن الفوضى؟ والله طبعا في ناس ركبت جاري ريحي فقعدت معاهم فشكروا له في الناس ديت، فادوني رقم التليفون فاتصلت بالمهندس محمد. المهندس محمد جالي ركب لي الجهاز وبقى متابعني كل 15 يوم اجيب العربيه هنا يتابعني. في تحسين في تحسين. وراجل جاب لي مهندس زراعي تاني برضه عشان يتاكد بالكلام يشوف الزراعه بتاعتي. انا اللي يهمنيت انت راضي عن النتيجه في خلال الفتره الصغيره دي؟ الحمد لله. الحمد لله. وفي حاجه ما حدش عندي اساسا يعني. محدش ايه؟ محدش حد عندي. دي ارضك. ارضك وزرعك. والجهاز ده لو في غلطه انا مش هفهم. ايوه ما يلزمنيش، انما الجهاز حلو. وبكلم اي بني ادم خلقه ربنا على مستوى الارض لو عنده ماسوره بدل ما يدق ماسوره يجيب جهاز على الماسوره. قول الكلام ده للناس اللي بتشوفك النهارده. انا بتكلم انا مع حد شافني تاني. قولوا للكاميرا دي اي واحد زراعي يزرع يجيب جهاز ويركبه على الماسوره بدل ما يدق ماسوره ب 20,000 ويحط ايده على خده تاني ويتندم ويحزن عياله ويحزن بيته. الجهاز بفك المشاكل دي كلها بالنسبه للزراعه قدامك. انا ما اتكلمش حدا قدامك. والراجل ده امين والجهاز مدته 20 سنه ضمان 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 ضمان. عشان كده اسال مجرب فلاح الاصيل اللي بيحب ارضه. وعلى فكره الفلاح المصري هو اللي علم الدنيا الزراعه. فلما يجي بيشوف حاجه جديده قال لك ايه؟ قال لك رحت قعدت مع جيراني وسالتهم وشفت التجربه وشفت النتيجه فاطمنت، فابتدى يركب التكنولوجيا. عشان كده دايما بقول اسال مجرب.